السلام عليكم، أنا زنوبيا من بغداد. أرحب بكم قناتي زنوبيا شانل، واليوم حبيت أسوي فيديو مشتريات، فتابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون على مشترياتي وإن شاء الله يعجبكم. بالبداية أريد أقول أنه الأسعار وأماكن الشراء راح تلقوها بصندوق الوصف حتى الفيديو لا يكون طويل. وأنا إجتني أسئلة على القناة على فرش المكياج ومنتجات العناية بالبشرة مثل غسولات البشرة الدهنية والجافة، فاليوم راح نحكي بهاي المنتجات. اللي أريد أقوله أنه المنتجات اللي أنا أخذتها، منتجات العناية بالبشرة، أخذتها من متاجر زوك اللي موجودة بالمنصور قرب مجمع الكوخ الرئيسي قرب مطعم ست الشام، وهذه الشركة اللي أخذت من عندها المنتجات. نبدأ سريعا. يعني أخذت هذا قطن المكياج، هذا قطن المكياج عادي متوفر بكل مكان. هذا أخذت فرش مكياج من فلورمار، فرشة مكياج وحدة أخذت، لأنه هاي الفرشة الثانية أنا مطلعتها فيديو مشتريات فأخذت وحدة ثانية، يعني هي فرشة دمج حلوة وناعمة. أخذت هذه فرشة المكياج، هذه يصير سيت كامل، يعني هذا سيت كامل وحلو هذا السيت، يعني هاي من الصين. الفرش المكياج هذه تصير شعر طبيعي، شعر حصان. الشعر الطبيعي للفرشة يكون يا اما حصان او مهر، يعني او ماعز او ارنب. هذه الفرشة تكون خفيفة، وزنها خفيف ومتهر بالغسل، من تغسليها متهر، وشعرها بيه نعومة شوية، يعني شوية ناعم، يعني خلي نقول بيه حبة خشونة لأنه هو شعر طبيعي، بس هي شغلها حلو. والسيت هذا اذا شفتوه بنات اخذوا منه، وممكن يكون بغير اسم، يعني عندي مجموعة ثانية بغير اسم الشركة يعني يختلف، بس هو هذا السيت كلش ممتاز. هذا بالنسبة الى فرش المكياج. بالنسبة للعناية بالبشرة اخذت من هذا المتجر مثل ما قلت انه هو متاجر زوك اللي موجودة بالمنصور. اول مرة رحت اخذت من عندهم غسول للبشرة الجافة، فكنت حابة أجرب المنتجات. طبعا نسيت أقول شغلة، أن المنتجات هذه مو كورية، هذه منتجات صينية اللي هي من هونغ كونغ، منشأها من هونغ كونغ، لأنه أنا نزلت تطبيق يترجم المعلومات اللي موجودة بالكتابة الصينية، يعني راح أنزل اسم التطبيق على الشاشة حتى تنزلونه. التطبيق هذا يترجم لكم أي لغة موجودة على المنتجات، فيترجمها للغة العربية. فرحت أخذت من عندهم هذه المنتجات. هونغ كونغ يعني كجودة تختلف عن المنتجات الصينية الباقية، لأنه هي كانت مستعمرة بريطانية، أتصور رجعوها بسنة 99 للصين. صراحة يصير درس تاريخ مو مشتريات. المهم فهذه شوية أكو جودة، يعني رقابة عندهم، لأن هي مستعمرة بريطانية فعندهم رقابة شوية على الجودة، فتصير جودتها أحسن من جودة المنتجات الصينية. أخذت منهم بالبداية هذا قلم الحواجب، قلم الحواجب هذا كلش حلو، قلم الحواجب بس راح أراويكم إياه. هذا طبعا ناعم ويطلع اللون بسرعة، يطلع اللون بسرعة، وطبيعي جدا على، يعني طبيعي جدا وثابت على يعني الحواجب، كلش حلو هذا. وأكو منه درجات، فهذا قلم الحواجب. هذا الغسول، هذا الغسول كريمي، يصير المادة مالته كريمية، ريحته طيبة، ينظف البشرة، يزيل المكياج. من استعمله احس كأنما اني غاسلة وجهي ومخلية مرطب على وجهي، فكلش انصحكم بهذا الغسول. بمادة الكولستروم، هاي المادة راح اعوفها ايضا على الشاشة حتى تشوفون المعلومات عنها، وهو سعره رخيص. هذا احسن من غسول لوريال اللي طلعت عنه ريفيو سابق، اللي هو المفروض يكون البشرة الجافة والحساسة، ومن شركة لوريال، يعني شركة معروفة. هذا الغسول سعره 10,000، هذا الغسول سعره 3,000، يعني دولارين. هذا الغسول هذا أحسن من غسول لوريال، لأنه هذا يرطب البشرة وينظفها بعمق ويزيل المكياج، يعني غسول لوريال مو مثل كفاءة هذا. فإذا شفتوه هذا، إذا حبيتوا غسول البشرة الجافة ويكون جيد ورخيص مثل ما قلنا، يعني حار ومكسب ورخيص، اخذوا هذا الغسول.
هذا بالنسبة إلى البشرة الجافة. طبعا أنا أخذت منه واحد ثاني، وأخذت أيضا هذا للبشرة الدهنية، هذا البشرة الدهنية بالزبادي والموز، أيضا ريحته طيبة وينظف البشرة. هو مناسب للبشرة اللي بيها بثور، لأنه أنا مثل ما قلت نزلت ترجمة للكلام الموجود على العلبة. ملائم جدا للبشرة الدهنية ويزيل المكياج، حتى يعني حتى المسكارة يشيلها. فهذا الغسول كلش زين، وأيضا مادة كريمية، المادة مالته كريمية. أخذت أيضا هذا مقشر ملائم البشرة الحساسة، لأن هو ما بيه حبيبات وتفركين، يعني لا، هو يعني المادة بي هي اللي تزيل الجلد الميت بدون ما أنه أنت تفركين قوي، وأيضا ينعم البشرة. فهاي بالنسبة إلى الغسولات اللي حكيت عنها. هسه راح أحكي لكم عن هذه منتجات العناية بالعين. أخذت هذا الماسك، هذا ماسك للعناية بالعين، وهذا كريم للعين. هذا الماسك من جوا شكله بي 10 قطع، من أنا 10 قطع، أنا استخدمت قطعة منه، هذه القطعة، وبي سيرم للعين. هذا الماسك طريقته انه انتي تخلينه على العين وتنتظرين ربع ساعة، يعني هسه اراويكم هذه مالته من جوا، تخلينه على العين فترة ربع ساعة، راح تحسين بانتعاش وتحسين بانه هو مثل امطى شد للعين، يعني هذا القطعة مالته تخليها حول محيط العين، هو مثل اللي ينطي شد للعين، انتعاش للعين. وبعدين تغسلين وجهك بعد ربع ساعة ما تخلص، وتخلين السيرم ايضا فعال، احس كأنما سوالي شد للعين يعني، وشوية تفتيح بسيط. هاي من اول استعمال الي يعني، وهاي استعملتها مرتين القطعة، يعني مثلا اذا تخلينا اليوم تقدرين تستعملينها باشر همين، وخلص بعد يعني تكملين على القطع الباقية. فهذه بالنسبة إلى الماسك، أيضا سعره جدا مناسب. هسه نجي على أكثر شغلة عجبتني، اللي هو هذا الكريم للعين، هذا كريم شد للعين، وهذا الكريم فعاليته من أول مرة، يعني من خليته على العين، من أخليه على عيني صراحة أراويكم من جوا، حسيت بالشد، حسيت انه هو هذا كريم شد للعين وبيه فعالية قوية، يعني مثلا هاي الكمية تكفي عين المحيط العين. حتى هسه من اخليه على ايدي احس بالفعالية مالته، حتى من اخليه على ايدي. هذا الكريم اللي يسويه شنو، انه قلنا يشد محيط العين، وبعدين احس انه المنطقة صارت ناعمة، واحس كأنما المنطقة شدت عندي ولزمت، يعني كأنما أنا مخلية ماسك على العين وكريم بنفس الوقت، جدا فعال للعين. أنا يعني مستخدمة كريمات للعين، هواي كريمات مستخدمة، لكن أول مرة أشوف كريم ينطيني فعالية من أول مرة، وسعره رخيص يعني. فهذا الكريم هو هذا العلبة مالته، أنصح جدا أنه تروحون تاخذون منه، أنصح جدا تاخذون منه، لأنه هو هذا كميته هي 20 غرام، هاي من ورا، ومثل ما قلنا الفعالية مالته كلش حلوة. فهذا بالنسبة العفو، هاي بالنسبة إلى كريم العين وماسك العين. طبعا أكو هواي منتجات بالمحل، لكن أني هذا اللي قدرت أستخدمه، لأنه ما أقدر أستخدم عناية بالبشرة من عندهم، أني يعني حاليا دا أخلي علاج للكلف. فهاي بالنسبة إلى المنتجات اللي أخذتها اشتريتها، جدا أنصح بالكريم، الغسولات أخذوها كلش حلوة ورخيصة، المقشر حلو ناعم، الكريم هذا جدا فعال، هذا الماسك أيضا حلو. هاي أول تجربة لي بالمنتجات، لازم بعد أستمر عليها فترة وبعدين أطلع أقول إنه هي مثلا تبقى فعاليتها شون، يعني بعد الاستعمال انه هي تنطينا نتيجة ولا انه هي نتيجتها وقتية. فهاي بالنسبة الى المشتريات اليوم، اتمنى ان تكون اليوم عجبتكم الفيديو والريفيو ايضا هو.
فأتمنى أنه تشتركون بالقناة، تفعلون زر الإشعارات، وتتابعوني على الفيسبوك. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك. تحياتي لكم وشكرا.